جولد 30,000 دولار بالتمام والكمال. عد. لا عيب يا مستر سانتي، معقولة أنا أعد وراك؟ استحال أنا أعد. رمزي. نعم دول. خد عد وراك. نتكلم في الشغل الجديد. أنا عايز 10,000 ورقة باردي بريفكس. أرجو التزام. لا 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 لا، أرجو التزام إيه؟ إحنا في بيننا وبين بعضينا 15 صفقة قبل كده، عمري كنت مش ملتزم، وبعدين حضرتك أحسن واحد هتتعامل معاه في السوق هو أنا. تمام يا دولة. ترى كام؟ 60 دولارات يا دولة. بقول لك صنفهم لي، ما أنا عارف إن هم دولارات، شوفهم كام دولار. بالمناسبة، تعرفش حد بيبيع بلح؟ بلح؟ أنا طبعًا، يعني أي حاجة أنا أقدر أتصرف فيها، ولا رمزي؟ نعم يا دولة. روح بسرعة هات قفصين بلح يجري. حاضر. خد خد خد، تعال تعال، إحنا مستر سانتي صاحبنا يعني وعايزين نوجب معاه، هات نخلتين اجري. حاضر. نخلتين إيه مستر عادل؟ تعال تعال يا رمزي. مستر سانتي يعني حبيبنا وداخل على طمع، عارف عزبة النخل؟ روح جز النخل اللي هناك كله وتعالى. نخل إيه؟ أنا عايز 25 طن عشان صديقي في ناميبيا. مستر بولا هو عايز تاجر بلح يتعامل معاه، عايز صفقة 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ يا دول يطلعوا أكتر من 5,000 جنيه مصري دول. دول يا مستر سانتي، معقولة يعني تدور على تاجر بلح وأنا موجود؟ عيب يعني. أنت تاجر باردي؟ أنا أريد تاجر بلح. باردي بلح؟ بص أنا تاجر بتاع كل حاجة حضرتك يعني. وبالنسبة بقى للفواكه، أنا ياما اشتغلت طبعا في البلح، وتاجرت في الجوافة وفي العنب، وتاجرت في كل حاجة حضرتك يعني، حتى التين الشوكي كنت بصدر التين في حتة والشوكي في حتة، مش كده يا رمزي؟ كده. والتين البرشومي مش كنا بنبرشمه هنا قبل ما نصدره بقى؟ أهو واحد، لا من هنا من عندنا ولا من عنده. مال منين؟ والله ما عارف، أنا أصلي كان عندي صفقة حيوانات نادرة قبل كده، بعتها كلها، والحيوان ده بس هو الوحيد اللي محدش فهمه يعني ما استوعبوش، بس غريب قوي. بص تعالى كده يا رمزي، تعالى. شايف شايف؟ بص ودانه، بص عينيه، أوريك حاجة كمان، بص ضحكته. حيوان نادر نادر يعني، ممكن أديهولك فوق الصفقة بتاعت البلح إن شاء الله. يعني أنت ممكن تخلص صفقة البلح؟ أخلص لك صفقة البلح ده في لمحة بصر، وبعدين حتى حضرتك يعني لو أنتوا مش عايزين البلح بعد ما أنا أجيبه، أنا ما عنديش مشاكل، أنا ممكن أكله أو أأكله للحيوان النادر أكل البلح أبو زلط ده. أوكي. أنا أكلم مستر بولا، نصك معاه معاد بكرة. أوكي. نورت يا مستر سانتي، مع ألف سلامة. مع ألف ألف سلامة، مع السلامة. ايه ده ايه ده ايه ده يا دولة ده ايه ده؟ طلعت بتفهم في البلح كمان. يا ابن البلح ده اسهل حاجة، ده انا اتاجر فيه كده وبصبع رجلي عادي جدا يعني. وبعدين البلح معروف قوي يعني ان هو احمر واصفر وزغلول. صح دول. طب بالنسبة للزغلولة دولة مين اللي هيزغطه؟ بص يا رمزة انا ممكن ارد عليك. يا ريت. بس هدايقك ومش هرد. محوش يا فام، الفلوس كلهم عند دولة هانا. مطالبتيش بيهم ليه؟ بقى يا عين. السلام عليكم. كانت شوية. السلام عليكم. طيب الفلوس دي انا عايزكم تبقوا تعدوها وتطلعوا لي منها 2000 دولار عشان عندي غذاء عمل النهارده. يعني انت مش هتتغدى معانا النهارده يا عادل؟ هتغدى معاكم فين؟ الناس البيزنس مان الجامدين اللي زيي بيتغدوا وهم بيتكلموا في الشغل طول الوقت يعني. ايه ده؟ ايه البدل دي؟ بكام الواحده يا عادل؟ يا دي بدل تري تري شيك يا عادل، مش معقول، ده نوع رير جدا، دي تلاقي البدله واحده بس ب 500 جنيه. 500 جنيه؟ أنا ملبسي بدلة أقل من 1000 جنيه، يعني مش أقل من أستك. الله يرحم الشراب اللي من غير أستك. جهلة. وانتي إيش فهمك انتي في المكانة العظيمة اللي أخوكي وصلها دي؟ عموماً بقى خديلك أستك من الأساتك اللي أنا جايبها دي، اشتريلك بيها فستان جديد بدل الهدوم المقطعة اللي انتي بتعرينا بيها دي، مقطع مقطع كده. والصفقة دي عبارة عن ورق بردي أم تماثيل؟ لا الصفقة المرة دي بلح. وانت ايش فاهمك انت في البلح؟ ايش فاهمني؟
انا عايش اساسا طول عمري مع بلحه. يا حلوه يا بلحه يا مقمعه. وبعدين لعلمك بقى، انا التراب في ايدي بيتحول لبلح لذهب. ايوه يا عادل، بس البلح ده لون ناسه. طب ما انا ناسه يا ماما. انت ناسي قد ايه من وانا صغير كنت بحب البلح، وكنت دايما انت بتزعقي لي لما ببقع البيجامات بتاعتي. طب بقول لك ايه يا عادل، من فضلك وانت جاي ابقى هات لي 2 كيلو بلح. 2 كيلو بلح؟ اروح لتاجر زميل اقول له هات 2 كيلو؟ لا طبعا. طب ما علينا، عايز تشتري البلح ازاي يا فالح؟ البلح ده بنشتريه بالنخله، اجيب لكم نخلتين ثلاثه تتسلوا بيهم. هو انا فيا حيل اطلع نخله؟ لا ما تقلقيش يا طن، انا عندي الطريقه المثلى لتسلق النخول. ما انا عارفاها الطريقه المثلى دي، بالشلوط كده تقومي من تحت لفوق نطه زي الاسك، واقعدي فوق عند البلح براحتك بقى. يا جماعه انا مش فاضي للهزار بتاعكم ده، انا راجل بيزنس مان مشغول جدا، هخش بقى اغير هدومي، البس بدله من البدلتين اللي عندي دول عشان اروح المشوار بتاعي. والبلح البلح البلح البلح، احمر احمر ابيض ابيض زاك. دولا ايه يا عم، مستر بوليكا لسه ما جاش ولا ايه؟ بوليكا اسمه مستر بولا من ناميبيا. انيميا، علشان كده يعني عايزين يتغذوا يعني. بس يلا انت اهبل مش فاهم حاجه، وايه اللي انت لابسه ده يخرب بيتك؟ ايه رايك بقى بذوقي؟ ها ايه رايك؟ انا عايز اشرفك يا دولا. تشرفني باللبس ده؟ امال لو عايز تعرني هتلبس ايه؟ ايه ده انت لابس بدله جديده زي اهي زيك. اوعى ايدك لابس زيك، ولا انا مش عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي. ايه يا دولا في ايه يا عم؟ دي بدله واحد فنان استعراضي. دي بدله واحد بيسرح ببيانولا يا عم، فنان من بتوع السيرك. انت مش فاهمك، انت اخرك ان شاء الله هتبقى في السيرك، ومحمد الحلو بيجري وراك بالكرباج عشان ياكلك لاي نمر بقى. دولا بقى عمت مساء مستر عادل. عمت مساء يا مستر بولا، اهلا وسهلا ما شاء الله. عرفتني ازاي انت؟ ولا اكيد طبعا التجار الكبار بيحسوا بعض. لا يوجد احد غيركما بالمكان. صح طبعا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل 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 ارتاح. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وكابتن فلافيو مش هيقعد ولا ايه؟ دي المساعد بتاعي، لا يجلس معي، يظل واقفا هكذا هكذا. ولا رمزي وقف هكذا ورايا؟ لا دول انا عايز ابقى قاعد واسمع كلام الكبار. ولا اقف ورايا بدل ما اجيب حد تاني. خلاص ماشي ماشي يا عم. اوف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تحت امرك خير. انا اريد عقد صفقه بلح 25 تن كل 6 اشهر. 25 تن؟ لا لا عينينا ليك طبعا، بس انتوا في بلدكم ما عندكوش بلح يعني ولا ايه؟ يوجد في ناميبيا بلح. الله، طب ما دام يوجد في ناميبيا بلح يعني عايزين تاخده من عندنا اللي هو اللي هي تفصه وخلاص يعني. بس يلا يا رمزي معلش، احنا اسفين جدا حضرتك، اصل هو هربان من السيرك كان بيعمل فقره وفشل فيها فرفدوه يعني. استهلاك القرده في المحميات اكتر من انتاج النخل. ايه ده، دي شتيمه دي يا دول ولا ايه؟ طب يعني طب ما تشغلوا النخل بقى ورديه زياده علشان القرده يبقوا يشبعوا كويس. هذا بلياتشو مضحك فعلا. ده حضرتك ما شفتش، ده بلياتشو جامد قوي. يلا طلع للبي ارنب من الطاقيه. يلا انا اريد البلح بعد شهر من الان، وساعطيك العربون. عربون ايه بس يا مستر بولا، وانا بتاع عربون؟ التجار الكبار دايما ما بيركزوش في العربين. حسنا حسنا، سوف اتصل بك من خلال مستر سنتي. انت انا انا انت. نمضي العقود؟ يا سلام قوي قوي نمضي العقود. بس في شرط جزائي، اذا تاخر ميعاد تسليم الصفقه بمبلغ 100,000 دولار. تأخير ايه بس يا مستر بولا، ان شاء الله ربنا ما يجيبش تأخير ابدا. وبعدين حضرتك لو عايزني انزل الملك البضاعة من السوق دلوقتي، نص ساعة كمية البلح اللي انت عايزها كلها تجيلك. صح والله، ولو يعني حصل تأخير فكل خيرة وفيها تأخيرة. هل بدأت الفقرة؟ نعم بدأت الفقرة. اجل اجل اجل.
نورتنا يا معلم عجوة. منور بصحابه عادل بيه. واخبار البلح اللي عندكم ايه؟ يعني هل البلح اللي عندكم فيه نوى ولا ايه؟ وهل البلح اللي عندكم برضو يعني مصفر ومحمر ومسود ولا ايه؟ كل اللي انت عايزه موجود يا بيه، انت تقشر واحنا نجمع لمؤاخذه. تقشر ايه يا دقوله؟ البلح بيتاكل بقشره يا عم، ده فاكره فول سوداني. عدم المؤاخذه يعني يا معلم، عايزين نعرف، انا اصلي داخل السوق ده بتقلي جامد قوي، محتاج 25 طن. هتشيل على قدك يا عادل بيه وخش السوق بالراحة واحدة واحدة. خش ايه يا عم، احنا داخلين نركن. عدم المؤاخذة يعني يا معلم، انا داخل السوق كبير عشان افضل في السوق كبير. اسمع عادل بيه، انا مقدرتي معاك 2 طن، ده كل اللي اقدر اتصرف لك فيه لمؤاخذة. 2 طن ايه؟ انت على كده بقى شغال على فرشة يعني، ما العامل لي تاجر وبتاع ليه يعني؟ الله 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 الله، ايه الغلط ده يا عادل بيه؟ لما انت يعني معكش غير 2 طن بس، ما جبتهمش ليه وانت جاي معاك في كيس؟ بقولك ايه؟ ما تقعدني مع الرأس الكبير بتاع شغلانة البلح دي، وليك عمولتك وخليك من رجالتي. بغض النظر عن الكلمة الأخرانية دي، ماشي، هقعدك مع إمبراطور النخل في مصر المعلم عبده أمهات. إيه القول؟ عبده أمهات ده تاجر كبير ولا هفق يعني على أساس يجي بيع 2 طن و3 طن؟ ماشي ماشي، لا يا مبينانا عادل بيه. قالوا لي ان انت كبير. صح، ما انت خابر زين. لا انا مش خابر زين، انا عادل سعيد وطالب منك 25 طن بلح. احنا نمتلك في جبلي 7000 نخلة، يجيبوا يجي 20 طن ونكمل لك الباقي جوافة وفراولة. جوافة وفراولة ايه يا عم؟ وانا هعمل فخفخينة؟ انا بقول لك بتعامل مع دول وعايز 25 طن وفاكسات وايميلات، امال بس عامل لك كبير. كبير ايه بس بصوتك ده على 7000 نخلة؟ لو شرف الكبير جد سباطة الكبير، احنا نمتلك فوق من 100000 نخلة. ده خلاف اللي لسه بيتزرع، بس انا متعاقد مع شركة بسكو عجوة. اهو بقى بسكو عجوة سابو سلوى، انا عايز البلح. افهم يا ولد، دول حيعملوا بسكوية بالعجوة لدل الولد وهو رايح المدرسة الصبح مع كوباية شاي بحليب. انت تعمل لي فيها ماما نجوى، انا عايز البلح يا عمي. احنا نقدر نسلم طلبات بس بعد صفقة بسكوية ابو عجوة. صرف نفسك بال20 طن وبعد كده لو انت عايز 1000 طن رقبتي سداده. ماشي ماشي يا عم امهات. بالاسم. اتفضل، مع الف سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم علي. يا دوله هتجهز اللواري؟ انا بتحارب يا رمزي، انا بتحارب، خايفين مني ان انا انزل اكل السوق، عايزين يدوني 20 طن بس يا رمزي. طب والباقي يا كبير؟ الباقي هلمه من السوق، هلمه بلحه بلحه، مشنا مشنا، نوايا نوايا، مش هسكت. من بكرة الصبح هنفتش السوق فرشة فرشة، قفص قفص، يا كبير يا كبير. اللي هلاقي معاه بلح ومخبيه، يا ويلو يا ويلو من عادل عادل سعيد. منك ليه؟ لها 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 يا علوح، وكل واحد يطلع البلح اللي حداه ممنوع الصوت الان. تمام يا كبير. يعني كله تمام؟ كله تمام. ما تخش يا علاء بالشمسيه، انت مش شايف الشمس يا علاء؟ ايه دي كل البلح اللي معاك؟ ايوه قاعد العيال يا بيه. طيب يا سيدي، خد اتكل على الله اللي بعد. تعالى يا ست. اللي معاك دي احمر ولا مستوي؟ زغلول يا بيه. زغلول؟ ينفعنا برضك في اي صفقه تانية؟ خدوا مين هيال؟ عينيا يا كبير. خد يا ست. مرضيه؟ مرضيه يا بيه. نجريها. خد اللي معاك دول كم كيلو ما؟ 5 كيلو يا بيه. 5 كيلو ولا رمزي؟ ايوه يا كبير.
الخير. هات ايدك. ايوه يا كبير، دول 3 كيلو بس، ده اكيد جاسوس ومزنوق علينا. ايه اللي بيحصل دي؟ ايه اللي بيحصل؟ بتضحك على قرب يا ولد، بتضحك علي؟ يا نهار اسود، ده انت لا عشت ولا كنت يوم ما تضحك علي، ده انا بنام وعندي عين مقفوله وعين مفتوحه، اكيد المعلم عجوه هو اللي مسلطك على. ما توعى يا لا، خليك بتفهم كده، اوعى، المعلم عجوه هو اللي زقك علي، ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. خد الولد دي واطلع بيها المخزن عذبه هلا. عينيا يا كبير. صباح يا بيه، صباح يا بيه. ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. بيقول سماح، مين سماح دي؟ مش عارف يا كبير، ممكن تلاقيها يعني شريكته ومعاها بلح. هاتولي سماح وخده اربطه من رجله في الفرس البيضة، وخلي الفرسة تجري 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 وهو بصوابعه كده في الأسفلت زي المليجي في فيلم الأرض، واسمع صوتك بقى وانت عمال بتقول الأرض لو عشطانة. عينيا اتكل. خش يا قاضي عشان الشمس يا والي. اللي بعد خش يا سيد. ايوه جاي، بعدين عناب، بعدين جابونيو. السلام عليكم. تمام يا كبير، فضيت المخزن. ايوه، اهم حاجه يا رمزي ان المخزن كله يبقى فاضي عشان اول ما يوصل البلح تاخد العربيات تطلع المخزن تخزنها هناك. وجب يا كبير. وبص يلا، عايزك توزن لي البلح كله قفص قفص وبلحه بلحه، واوعى تاكل منه حاجه يا رمزي. انا بقى يعني هعمل حسابك في 5-6 بلحات كده من 25 طن. ها انا يا كبير، بس والنبي دول خليهم امهات يا ابني. ما اسموش امهات، اسمه امهات، ودي امهات البلح. ام البلح دي بقى اللي بيزرعوها وبتطلع نخله على طول، دي ما بتتاكلش. افهم بقى يا غبي. ماشي. مساء العسل يا عادل بيه. اهلا، مساء البلح يا معلم عجوه. ان شاء الله العربيات جاهزه، هتودي البلح فين؟ اقعد بس الاول يا معلم، اقعد. اهلا وسهلا. انا وانت ان شاء الله يعني نقعد كده هو على القهوه، نشرب شاي وقهوه، والصبيان بتوعنا هم اللي ياخدوا العربيات يطلعوا بيها على المخزن. ماشي، بس بقيت الفلوس لمؤاخذه. بقيت فلوسك في الحفظ والصون في جيبي هنا اهو. امال ايه، واحنا يعني هناكل عليك حاجه ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اطلع يلا يا رمزي، خد العربيات واطلع بيها على المخزن اللي عندي دي، اللي هو بتاع البازار. عينيا يا كبير. ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اقعد وزن البلح بلحايه بلحايه، شوف كل بلحايه قد ايه، واقعد جمعهم كده لغايه ما تتلخبط. عينيا يا كبير. يلا تيجي على الله. عينيا يا كبير، بالاذن، اقعدوا بالعافيه. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نور يا معلم. وجودك يا عادل بيه. تشرب ايه؟ ناخد شيشه. خلاص ابقى اديك نفس. شفت يا دولة؟ شفت كيلو البلح زاد ربع جنيه عما كنا شارينه. يا ابني امال انا شاري الكميه الرهيبه دي ومخزنها عندي ليه؟ فرق الربع جنيه ده بقى هيفرق معايا كتير جدا، مكسب كبير قوي ليا. ده انت يا دولة طلعت حويط حوطانه، ده انا ما كنتش عارف انك عندك حناكه في التعاملات التجاريه كده، ده انت مدرسه. انت لسه شفت حاجه؟ انا مستني بس لما لم السوق كله في ايدي، بعد كده مش هيبقى موجود في السوق اي بلح هتطلع من تحت ايدي يا معلم. يا كبير. بس بقول لك ايه يا رمزي، امر يا كبير. دلوقتي المعلم بولا ده جاي وجايب معاه المساعد بتاعه شيكابالا ده، عايزين نظبط مع بعض بقى. نظبط يا كبير، بس ازاي يعني؟ هتلاقيني مثلا طلعت السيجار ده كده اهو، حطيته في بقي وانا بمنتهى القلاطه، تقوم انت جايب الولاعه ومولعه على طول. سهله؟ حصل ده. ماشي. هتلاقيني مثلا بحاول امسح عرقي كده ومن على قرطه، تقوم انت مطلع المنديل وجاي ايه مسح لي عرقي كده. سهله؟ سهله جدا يا معلم. بس بس بس. بقول لك ايه، امتى مساء مستر عادل. اهلا اهلا. اخبارك ايه؟ وكل شيء تمام؟ طبعا كل شيء تمام. اهلا وسهلا، نورت. والبضاعه كلها في المخزن، والبلح اصفر واحمر بيلمع. هايل هايل، وانا فلوسي معايا. ايه ده الكبريت؟ معيش كبريت ولا حاسب يا دولا كده؟ مش لاقيها.
مش لاقيه. بوظ الصفقة. معلش دراعي اليمين عايز قطعه يعني. عدد وشي. شكرا. أريد أن أرى البلح. قوي قوي البلح موجود طبعا، يعني هيروح فين البلح؟ بلح كله في المخزن. رمزي خد كابتن إتو وروحوا هاتوا كام قفص كده من المخزن. عناية كبير. تفضل يا كابتن. تفضل 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 تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وبالنسبة للمساعد اللي معاك ده منين وبكام؟ بياخذ ما يعادل $1,000 في الشهر. $1,000 والله رخيص. عارف رمزي حضرتك المساعد اللي معايا ده بياخد 600 جنيه بس في الشهر، لكن بيخسرني ما لا يقل عن 12,000 جنيه في الشهر. البلح يا كبير. ايه ده؟ كيف تمت عملية التخزين؟ في ايه حضرتك؟ احنا مخزنين في المخزن عادي يعني. ايه اللي حصل؟ طب شوف القفص الثاني. طيب نفس الوضع، البلح باظ. باظ؟ باظ يعني ايه؟ كيف تمت عمليه التخزين؟ مخزنه في المخزن من اول ما جبته حضرتك، يعني بقالي فتره خزنته. ايه اللي حصل؟ شقى عمري، شقى عمري باظ، شقى عمري، شقى عمري، شقى عمري. ولا رمزي انزل معاها المخزن يلا نشوف بقيه البضاعه باظت ولا لا. شقى عمري. بقى حد يخزن البلح من غير اكياس نايلون؟ البلح راح في 60 دهية. طب وبعدين؟ واللي عمل ايه يا بولا؟ يعوض عليك ربنا يا ابو عادل. بقى المعلم عادل يخزن البلح من غير تلاجات؟ التخزين من اختصاص الدفاس وابو دهشوم، كانوا بيخزنوها في تلاجة. تلاجة؟ تلاجة. التلاجة، التلاجة، وحبيبتي جوه التلاجة، 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 وحبيبتي جوه التلاجة. التلاجة، التلاجة، وحبيبتي جوه التلاجة، 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 وحبيبتي جوه التلاجة، التلاجة، التلاجة. السلام عليكم. عليكم السلام. مالك يا عادل في ايه؟ مفيش، سمعت خبر كده اهو في الشغل يعني زعلني شويه. ايه، لغوا التماثيل؟ لا، لغوا الاستظراف. يبقى انت اول واحد هتزعل. لا يا ظريفه، بابا عيان. وايه اللي زعل في كده؟ عيان عيا جامد يا ماما. هيقعد له سنتين ثلاثه لحد ما يخلص ذنوبه. ده ذنوبه قد كده. انا عايزه اشوفه. ما تبصليش كده، زي ما انت امي هو برضو ابويا. هو صحيح طلق امي، وصحيح اتجوز صاحبتي، وصحيح شربني في اعر البيوت، وصحيح خلى انصاف الرجال يتحكموا فيا، بس مهما كان ابويا برضو. قولي يا عادل، هو مالي في ايه؟ انصاف الرجال دي احاسبك عليها بعدين. عموما هو عيان عيا جامد، في اشتباه في مرض خطير ورقت في البيت. اشتباه؟ يبقى عياله يومين ثلاثه كده وبعدين يقوم زي القرد. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ تلاقيه بس بيعمل حركتين كده على مراته عشان يهبش منها سلسله ولا غوشتين، زي ما كان بيعمل معايا. بس لا لا، دي ما يقدرش ياخد منها حاجه ابدا، دي هي اللي عيته. سوى المنطقي دي احقر انسان على وجه الارض. بس بصي بقى يا ماما، ما تزعليش مننا لو روحنا زرناه. لا خالص، ما زعلش، انا ما زعلش من الحاجات دي ابدا. طب جربوا كده، روح زوروه شوفوني هزعل ولا لا. ماشي. يعني نروح يا ماما؟ اروحوا، بس قلبي وربي هيبقى غضبان عليك. امك ثم امك ثم امك. ماشي، ثم ابوك عادي. انا يظهر ما عرفتش اربيكوا كويس. بالعكس يا ماما، انت عشان ربيتينا كويس احنا بنفكر نروح نزور بابا. لكن لو انت بقى مصره على الفشل في تربيتنا بلاش نزوره، ما دام ده هيزعلك بلاش نزوره. مش كده يا سناء؟ بلاش بلاش. سناء تعالي، عايزك في حاجه تانية خالص غير موضوع بابا بعد اذنك يا ماما. تعالي. حضرتك
هنعمل ايه دلوقتي؟ بص بقى سناء، مفيش حل غير ان انا وانت نتقابل كأن انا رايح الشغل وانت رايح المدرسة عادي جدا، وبعدين نزوخ ونكت يعني نروح بقى نقابل بابا. حلوة نكت دي يا واد، فكرتني فكرتني ايام ما كنت بزوغ من المدرسة ايام وليالي مع الواد. بابا يا حبيبي يا بابا. بابا مين يا امو بابا؟ بتزوغي؟ ماشي ماشي، انا بقى كنص الراجل زي ما انت بتقولي هعديلك الموضوع ده. كنت بتزوغي من المدرسة تروحي فين يا بنت؟ والله ما حصل. والله ما حصل؟ كنت بتزوغي مع مين اصلا؟ والله ما حصل. وانا بقى كانوا العيال في المدرسة بيقولوا عليا ايه من ورايا؟ ما انا كنت ساعتها ما ببقاش في المدرسة عشان اعرف بيقولوا ايه عليك ساعتها يعني. ماشي ماشي، بس انا مش هعديها لك يا سناء. ماشي ماشي حبيبي، خير الموضوع بابا. بكره بقى ان شاء الله نروح لبابا، بس لعلمك يا عادل انا لازم اتاكد ان البت اللي اسمها الزفته المنطعي دي، الكارته الغتيته البارده ديت، مش موجوده في البيت، وهي بتتنيل تروح المدرسه الصبح ما بترجعش للظهر. موجوده مش موجوده مش دي القضيه، المهم دلوقتي احنا مش عايزين نركز في اي حاجه غير موضوع بابا. بابا ده لازم نطمن عليه، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل له. لا ما ينفعش يا عادل، ما ينفعش اروح البيت وزفته منطعي موجوده في البيت يا عادل، لان لو شفتها همسكها من شعرها امرشها في الارض مرشه كده، وارتكب جنايه مع سبق الاسره والترصد. كنت بتخرجي مع مين يا بنت؟ والمصحف حصل. مساء الخير رانيا. مين حضرتك؟ سلوى المنطعي يا حبيبتي. سلوى المنطعي، الاسم ده سمعته قبل كده يا ربي. فين منطعي منطعي؟ حضرتك ليكي اي اصول البانيه؟ من اصول البانيه بالنسبه للبن يعني، سيدي الله يرحمه كان شغال لبان لبان، بعد كده طور نفسه حب يجدد اشتغل في الزبادي. اجيب لك سلطانيه؟ فين الدوني العره اللي اسمها سناء واخوها النطع اللي اسمه عادل؟ انتوا كده تبقوا قرايب. بس بس ما تزعلنيش منك يا حبيبتي، تفهم من بقك. القرايب قال ده، انا بقول لك من عيله المنطعي، عيله كبيره قوي 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 قوي. ايش جاب لي جاب يا حبيبتي؟ دول عيله رمه، دون واتشيين لمامه، بيشربوا العصير في كياس بلاستيك. ما عرفوش طريق العصير ابو كرتونه الا لما دخلوا بيتي يا حبيبتي. والله انا ملاحظه ان حضرتك مستفزه منهم بشكل استفزازي بحت، ويعني كده في استفزاز. هل ده ليه اي اسباب من وجهه نظرك؟ ايه يا حبيبتي، هو حضرتك مذيعه؟ يا ما حرام عليا، ولا انا كنت حامل كده، بس المشكله ان كان في شويه ظروف عليا. بس انا طبيعتي تثقيفيه ومهتمه بالثقافه. طيب يا تثقيفية ومهتمة بالثقافة، شدي طولك كده هاتيلي كوباية مية وانتي راجعة هثقف لك. أسطورة. ماشي يا سناء، إن ما فرجتك ماشي. أهلا أهلا يا حبيبي، يا اللي رامي أبوك عندي رمية الكلب الأقرب وشايل إيدك ونفض، مش فالح بس لما يغور ويروح في 60 داهية تيجي تقولي سابلي كام؟ ليا إيه ولا إيه يا حبيبي؟ اشرب يا عادل. بابا بابا ماله؟ بابا جراله حاجه؟ لا يا حبيبي، بابا استمرته خلاص خلصت، بتتمدي بيسلم نمر اللي ما حد فيكم افتكر، وجاب سبرينه وجاي يطل عليه. ايه عايزين نصرف عليه من جيب يا حبيبي؟ ايه الغبا دي؟ ايه الصوت ده؟ البيت ده ملوش حرمه ولا ايه؟ مين اللي اهلا باللي ان شاء الله هتتكفي على وشها في نار جهنم، الدون العره اللي مش هتشوف الجواز ولا تخش بيت العدل، يعني محرومه من الاثنين، انك تخش دنيا وانك تخش اخره، ان شاء الله هتتحلمي منه. طول ما انت راميه ابوكي عندي رميه الكلب الاعرج، ونايمه جوه حبيبتي على مرتبه ريش. انت غيرت المرتبه يا سناء؟ انتي اتش 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 بتتكلمي كده ليه؟ بفوقكوا حبيبتي عشان انتوا عيلة دون جلدكوا تخين. لا 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 لا، كفايه قوي كده بقى. هو انا يعني عشان سكتنا له مش عارف عمل ايه في حماره؟ لعلمك بقى مش كلنا جلدنا تخين لعلمك. بس يا مامي كان لازم نسافر اسكندريه دلوقتي، كان لازم تبقي موجوده عشان تتفرجي على سناء وهي بتطرقع. ايه يا سناء ما تخش عليها، ده انت الليبرو بتاعنا. ايه جالك شد عضلي في لسانك؟ ايه قلبت على حسين رياض في الرده قلبه ولا ايه؟ قال يا قاعدين في العز ورميين بالكوا على غيركم كتكم الخام. انتي
انت ازاي يا سلوى يا تخش كده البيت كده عادي يعني؟ الله سناء اللجأة العانس المتطلقة واقفة كده تكلمني راس براس فيس تو فيس. يا نهار اسود، دي من جملة واحدة بس جابت اخرك يا سناء. ايه الست الفظيعة دي؟ دي بتتعشى سم دي ولا ايه؟ هو صحيح سناء المنطعي ده يعني ده اسم انسان ولا حيوان وتحور؟ ماما يا ماما يا حبيبتي انجيخ يا ماما يا ماما روحي لماما يا حبيبتي خليها ترضعك ولا تجيلي انا اقوم بالواجب يا ماما. واضح ان حضرتك استهلكت صوتك يعني. اتفضلي حضرتك تحبي تشربي ايه؟ ولا حاجة حبيبي، شربة من كعاني من هنا من ابوكو. فيش مانع اضرب لي سندوتشين على السريع كده، ما عنديش وقت. قوي قوي فرصة الانتقام. رانيا يا حبيبي بقولك ايه، اعمل لنا سندوتشات من اللي انت بتحبيها. بكاتشي عجل بجد فرصتك. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. ايه حبيبتي ايه دخلت التريقه عليا كده فوست فيس؟ لا ازاي، ده بيتك ومطرحك. ازيك يا مدام؟ احسن منكم كلكم يا اختي. اكيد طبعا، والا ما كانش سابنا وراح اتجوزك. ما هو مقلب وشربته يا حبيبتي طلع موكوس. معلش يا الله يكون في عونك، ده انتي بنت اصول كل الناس بتشكر فيكي. ده انا واطيه ليه بتقولي انك اصول؟ شفتي بتتريقي عليا؟ ابدا، ربنا يعلم انا بقول عليكي ايه. انتي غلبانه. غلبانه؟ ايوه، واحده من عيله المناطعي وتقع في صعيد القرش تبقى غلبانه. اسكتي يا اختي. ايه؟ اصل هو كان ساعتها يعني احسن اللي تقدمولي، بس ما تجيبي السيره للناس دي، دول ناس واطشين قوي. المهم قعد دخلي بالحنجل والمنجل وكلام معسول يا اختي، دوخني قضى عليا خلاني مش عارفه انطق. اسكتي. حلوه قوي ترويض النمره ده يا ماما، احنا بعد كده بقى نسميكي انعام الحلو. تقصد ايه؟ نسيتوني جايه في ايه؟ أكيد عشان صلة الرحم. بالظبط، برافو عليكي، هو ده اللي أنا جاية فيه. دي فاتورة علاج الدكاترة والأدوية والاستوباليات اللي كنت بروح بها بابوكم. بابوكم؟ أيوة، بكرة إن شاء الله يبقى عندي شيك من المبلغ ده. ده برا الحساب اللي هيبقى بيننا وبين بعض لما يتكل على الله ويروح في ده. نبقى نقعد بقى يا حبيبي ونتحاسب، ويبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، يا اما هشيله هلا بيلا وارميه لكم هنا على بير السلم، وشدة الاغراف للمناطعه يجي لكم هنا يخلوا اكبر حته فيكم قد كده اهو. ماشي؟ من غير سلام. وبعدين يا دولا انت معاك فلوس تدفعها لها؟ يا ابني انا لو معايا فلوس كنت مشيتك اصلا من البازار، وكنت جبت حد عدل يقعد يساعدني هنا بدل ما انت مرمطني كده. طب ربنا بقى يسهل يا دولا ويفضل حالك واقف كده على طول. اللي اقول يا دولا يعني، يا هل لو اديت لها فلوس هي هتسكت؟ يا هل يا هل يعني ايه؟ انا اقول لك يا دولا يعني، انت لو دلوقتي اديت لها فلوس هي اكيد طبعا مش هتسكت، هتقعد بقى تنحر فيك وتفتز فيك وهتجيبك القطر. تفتز ويا هل الاثنين مع بعض؟ ولا هو انت خريج مدارس لغات ولا ايه؟ لا يا دولا، خريج مدرسه الحياه. المشكله بقى لو ما دفعتش، منطعي دي هتجيب كل المناطع اللي عندها، وكل نطع ونطع فيهم قد النطع. بص يا دولا انت ولا يهمك، انت خربش تكسب على طول. ايه خربش تكسب ده اعلان؟ انا هقول لك يا دولا، انت عارف الكروت بتاعه الشحن بتاعه الموبايل مش انت بتخربش فيها علشان الرقم يطلع لك؟ انت قعد بقى خربش فيها واستنطع عليها كده، وبكره هتبقى انت كمان بقى منطعي وهي منطعي ومنطعي على منطعي، ما يبرمش يا دولا. يعني مش هندفع؟
لا 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 مش هندفع يا سناء. بص يا سناء، احنا لو دفعنا الست دي هتفتزنا كتير. يعني السؤال هنا، يا هل لو رفضنا ندفع ليه هتسكت؟ يا هل، يا نهار اسوح، رمزي بقى علينا كلنا. بص يا ماما، احنا لازم نتعلم من التاريخ. اي بلدين بيختلفوا مع بعض وبيجوا يتفقوا بيعلوا سقف الطلبات. يعني مثلا لو في بلد ماشي جت احتلت حتة من بلد تانية، تيجي البلد التانية قبل ما تطلب الحتة اللي البلد الاولانية احتلتها، تقوم البلد الاولانية تحتل حتة تانية، فتيجي البلد التانية مش عارفة بقى تطلب الحتة الاولانية ولا الحتة الجديدة اللي احتلتها منها البلد الاولانية. عشان كده بقى يا ماما ما بيبقاش قدامهم غير الخيار الاستراتيجي، الاتجاه المشاكس. حكه ايه وبلد ايه وتانيه ايه يا عادل؟ هو احنا بنقسم المطبخ؟ بس انا بقى لا يمكن اقعد مع الحشره دي تاني. يا سلام، ما الحشره دي انت كنت بتتكلمي معاها بمنتهى الذوق ومنتهى الاخلاق المره اللي فاتت. ما هو الادب والاحترام والذوق والاخلاق بكسر سماها، وهي كمان ما طايتش تقعد ونزلت اتزحلقت على السلم. اتزحلقت؟ صدقي فكره والله يا ماما. ايه، نزحلقها من على السلالم، ولا وهي طالعه نحط لها صمغ تلزق في السلمه الاولانيه زي الفار، وعلى نفوخها بقى بالشباشب نحدفها في دماغها؟ لا 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 يا سناء، لا مش صح طبعا. احنا مش عايزين نلجأ لخيار الحرب، خلينا في الخيار بتاع السلام. السلام بيكسر شوكه الشرير دايما طول الوقت. عندك حق، السلام اسلم طريقه في التعامل معاها. جرايه يا سناء، انت كل شويه بتجنحي للسلام ليه؟ هي البنت دي شافتك يعني وانت بتزوغي من المدرسه؟ عموما بصي، احنا مش هندفع ولا مليم، واعلى مفخلها تركبه. طب وبابا؟ يولع. ماما لو سمحت يا ماما، انا ما احبش ان انت تقولي كده على بابا، بعد اذنك يعني. بابا بقى ربنا يتولاه. نفس النتيجه، هيولع. اخيرا خلصت. ايه ده، دي السندوتشات اللي احنا طلبناها من امبارح؟ ايوه، انت عارف ما بحبش اتكلم ابدا، باخد وقتي. ضيف على اصول بس، ايه السندوتشات دي؟ دي سندوتشات يا بيبي، شامبينيون بالكوت ديفوار. كوت ديفوار؟ ده مش ده بتاع افريقيا؟ ده كوت ديفوار هو ده؟ هي دي احجار كريمه ولا ايه؟ لا. يلا ربنا يكرم. يعني ده ترانزيت ولا من بره بره؟ هو عموما لو من بره بره او ترانزيت، في الحالتين احسن حاجه ليكي فعلا يا رانيا اشتغلي في مطار امبابه بجد يعني. جت 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 جت. انا عايزه استحمى. استحمي ايه؟ استحمي ايه؟ بقالي مش عارفه استحمى ايه؟ استحمى ماسكه عليك ايه يا بنت؟ اقعدي. اهلا وسهلا مدام تشباي. منشعي بدل ما تتقطعي يا حبيبتي. مش فضالي. الفلوس جاهزه ولا مش جاهزه حبايبي؟ الفلوس جاهزه حضرتك، هي بس بتتكوي. بتهزر. بقول لك ايه يا مدام، احنا بقى مش هندفع، وممكن ترمينا سعيد من بير السلم. اللي انا بسمعه ده يا حبيبتي اكيد بتهزروا، انتوا بتستعبطوا بقى. حضرتك ليه متعصبه قوي كده؟ بتعتعت عليه ليه؟ ليه حضرتك؟ المساله ببساطه خالص، احنا قاعدين على المائده المستديره. ايه، اتفضلي حضرتك اضربي سندوتش وانت بتتكلمي، نتفاهم عادي يعني. حبايبي انت اللي قلت لهم اكيد خليتهم ما يدونيش فلوس يا حبيبتي. بصراحه ولو مش عاجبك روحي اشربي من البحر يا اختي. مش هشرب من البحر يا حبيبتي، مش هشرب من البحر، هفرق قهوه ساده واشرب معاهم. ها يا اللي بتدوري على حل شعرك يا بتاعت التاريخ والصور معايا. هي فلوس تعالج بابا، هي مالهاش ذنب ان بابا عيانه وبتطلع من فلوسها الخاصه ليه؟ هي تاخد فلوس مننا تعالج ابونا. يا بت انت رجعتي في كلامك ليه؟ ماسكه عليكي ايه؟ ايه حكايه التاريخ دي؟ التاريخ يا عادل اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، الارض والحته والربع والتمن والتقسيم. انتوا قاعدين تسايلوا وسايبيني اكل في نفسي. خلصوا لخلص عليكم نفر نفر يا حبايبي. ايه ده؟ ايه اللي انا باكله ده؟ ده نازل جوفي عمال يقطع فيه كاني باكل ازاز مسلوق. حضرتك لا لا لا، ده هو بس في الاول كده، بعد كده هتتعودي عليه بعد ما يكون خلص يعني. لا ده سندوتش مولوتوف يا جماعه، بعدين هتنفجر بعيد. حلوه يا رانيا. تسموا مراتي؟ تسموا مراتي يا نبيل؟ يا
بابا، أول حاجة أنا مش نبيل، أنا عادل. تاني حاجة إحنا ما سميناهاش، هي اللي مفجوعة وقعدت تاكل في السندوتش بتاع الكورتونزون ده. ومين بقى اللي عمل لها السندوتش ده؟ رانيا مراتي. يا حفيظ يا رب، ورانيا تعرف منين إن مراتي منطاعي لما بتتنرفز بتاكل أي حاجة قدامها؟ والله ما تعرف يا بابا، ده اللي حصل ده حصل بمحيط الصدفة. مراحيض الصدفة. ماشي، وانتوا قلولات الأدب يا أنطاع، ما حدش فيكم يجي يسأل على ابوه وهو عيان ويدفعوا مصاريف العلاج؟ يا بابا عيان ايه يا بابا، ما انت زي الفل اهو، جايب قميصك متشجر وما عندكش اي مشاكل. وبعدين يا بابا بطل الحركات دي، لو انت محتاج فلوس وفي اي وقت تعالى اطلب مني يا بابا، انا مش هتاخر. طب هات. يعني معقوله اعز عليك حاجه؟ ده انت ابويا برضو يا بابا. ماشي هات. يعني معقوله يا بابا مثلا تبقى انت محتاج حاجه وتيجي لابنك وتقول له هات وما يدكش؟ اكيد هيديلك. طب ما تبرز. بابا انت ليه بتعاملني ان انا غريب؟ انا ابنك يا بابا، اعاملني عادي يعني. لا اله الا الله. طب والبنت اللي اسمها منطاع مراتي دي، انا لسه مغير لها جدار المعده بحاله. برضو هي في مقام امي، ما دام اتجوزت ابويا يبقى في مقام امي، وقت ما هي تحتاج حاجه تقول لك، فتبقى انت كمان محتاج حاجه فتقول لي، فهنتصرف يعني. معقوله اعز عليك حاجه؟ ما تقلقش خالص يا بابا. المهم انت عايز حاجه دلوقتي؟ لا اخويا ربنا يخليك ليا. بابا ما تتكسفش يا بابا. بس يا ماما حاول بقى يمين حاول شمال، ما طالش مني ولا مليم، بس انا كنت متاكد يعني حب يلعبني بقى ويقول لي اصل مراتي كمان عيانه، اللي كانت جايه انا وعماله تتنطط علينا وبتستهبل، جاي بيقول لي عيانه وشايل لها المعده. اتفضلي. شفت بقى زي ما قلت لكم بالظبط، ان هو بيعمل حركات عشان يهبش مننا اي حاجه. ما هو واطي ومتجوز واطيه. يا مو انا صدقت فعلا ان هو كان تعبان وكان صعبان عليا قوي يا عادل. صعبان عليكي؟ عارفه بقى انا اللي كان صعبان عليا بجد مين بقى؟ انا كان صعبان عليا احنا ان احنا كنا خايفين عليه، وان احنا كنا قلقانين وخايفين ان يبقى فيه مرض. وسلوى دي بالذات اما دخلت علينا الدخله دي احنا اتلبخنا فيها، لكن على مين؟ الحمد لله ربنا في اخر لحظه خلانا نعرف ان كل ده كلام فارغ. فعلا الطيور على اشكالها تقع. سيبك بقى من الطيور ومن انفلونزا الطيور، قولي لي بقى ايه حكايه التاريخ؟ وحكاية سلوى دي كانت تعرف عنك ايه؟ فعلا كنت بتخرج انت وهي وتروحوا تقابلوا شباب ايام زمان ولا لا؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا طبعا ما قلتليش. طب ما انا كنت هقولك. طب اتفضلي قولي، الفرصة قدامك اهو قدام ماما عشان ما تنرفس عليك. ما هو مش معقول يعني تبقى انت اخويا وما اقولكش. ما تقولي يا سناء ما تستهبليش. ما انا هقولك، ما هو مش معقول يعني الغريبة تبقى عارفة واخويا لحم ودمي ما يبقاش عارف. قولي يا سناء عشان لو عرفت من برا. بصي عارفة الجزمة اللي في رجلي دي؟ دي على وشك. ماما احكي لعادل. لما انت خلفتي عادل بابا بقى قال لك ايه بعد الخلفه؟ ماما خدي وايه اللي انت لابساه ده؟ خدي الباربي اللي انت لابساه. ماشي يا سناء. ايه يا ماما؟ حرام يا ماما. جمعاً يا حبيبي، اقعد، عاوزك 5 دقايق في كلمتين. قوي يا ماما. انت هتقولي الكلمتين في اخر 5 دقايق ولا ايه؟ لا هقول اهو. عادل يا حبيبي، انا حاسه كده ان ايامي في الدنيا بقت معدوده يا ماما ما تقوليش كده يا ماما، ربنا يديك الصحه وطولة العمر ان شاء الله يا ماما. هو في حد يا حبيبي هيأزل في الدنيا؟ طب خلاص براحتك قولي يا ماما. انا بس عايزه قبل ما اسيب الدنيا اسيب لكم حاجه تفتكروني بيها. هو ده العشم برضه يا ماما. كنت عايزه تسيبي ايه؟ بابا عايزه ايه؟ مش لاقي الشراب بتاعي. روحي خدي الشراب بتاع خالتك نجلاء. اجري. ايوه ماما كنت بتقولي عايزه اسيب لكم. بابا ها عايزه ايه؟ يخرب بيت بابا عايزه ايه؟ الشراب بتاع نجلاء مقطع. خدي شراب ماما اتصرفي. اجري. شقيه قوي ياسمين دي. الاولاد احباب الله، ربنا في كتابه الكريم بيقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا. الحمد لله غطينا احنا حكايه البنون دي، فاضل حكايه المال. كنت بتقولي عايزه اسيب لكم؟ كنت عايزه اسيب لكم السيره الحلوه بس. لا والسمعه الطيبه. اذا كان على كده هنهيص بقى يعني، اصل السيره لوحدها هتعمل ايه؟ اهو اللي ما ياخدش سيره ياخد سمعه برضو يعني. بابا الراحه المدرسه. طيب يا حبيبتي
استني على الرصيف، ما تنزليش من على الرصيف لما يجي الباص. ماما صحيح ينفع اديها حاجه من نايبها مثلا بنص جنيه سمعه، بربع جنيه سيره او حاجه؟ معلش يا حبيبي، هو كان المفروض ان انا اسيب لكم فلوس. ماما فلوس يا ماما، ربنا خليك لينا، مش محتاجين فلوس الحمد لله، مستوره. طيب ماشي، ما دام مش عايزه حاجه يعني مش هتسيب لنا حاجه، محتاجه انت اي حاجه؟ انا استخرت ربنا وباذن الله ناوي احج. تحجي؟ يا سلام، ربنا يكتبها لك يا ماما. طب وانت يعني هتجيبي فلوس الحج منين؟ انا معتمده عليك في الموضوع ده. يعني عايزه تبعتيني لحد اجيب لك منه فلوس؟ لا، انت اللي هتطلعني احج. انا اللي طلعك تحجي لي؟ وانا طارق علام؟ لا، انا لما اروح ان شاء الله للحج هدعي لك، لما ارجع رزقك هيبقى 10 اضعاف. بص يا ماما، يعني اكيد انا لو معايا فلوس مش هتاخر عليك ابدا، بس ان شاء الله اوعدك اول 100,000 جنيه يخشوا جيبي وما اكونش محتاجهم هطلعك تحجي بيهم والوحدة. لا، انا عايزه ام ميرفت معايا، هي اللي عارفه الطريق يعني. هاي ويندوز تايتانيك بليز. بليز انا كنت عايز. ايه ده كنت عايز؟ يعني انت مصري بقى؟ او يس. يا عم سيبنا استهلك في الانجليش بتاعي. بص انا كنت عايز تمثال ستايل، ويا ريت يبقى فيه الوان كتير كده، وخصوصا الفسفوري، اصلا بتموت في الفسفوري. لا ما دام بقى بتموت في الفسفوري روح هتلاقي اكله سمك. بص انا حسيتها دي زمانتنا في المودرن اكاديمي، اوكي؟ اوكي. وهي بتموت في الانتيكات، وكيمو ايه بقى؟ واكل عقلها بالتماثيل، وانا ايه بقى؟ ايه بقى؟ عايزك تجيب لها تمثال ستايل شبهها بالظبط، قوم ايه بقى؟ ايه بقى؟ قوم هي تقلب كيمو وتعلق في انتيمو. هو انتوا معانا في البلد دي ولا ايه بالظبط؟ بص يا عم انتيمو، انت تسيبك بقى من حكايه التماثيل والستايلات دي خالص، اسمعني بس، انت تاخد البنت دي على كاريتا وكيسين كشري كده وعلى ترعه المريوطيه، تاخدها كده تتغندروا مع بعض، مناظر جميله والخضره في الميه نفسها، البنت بقى هتضرب كيس الكشري هتخر معاك بالكلام، انت تسرسبها هتشبط معاك على طول. ريلي؟ ايوه ريلي، سعاد، منى، اي واحده بتيجي بالطريقه دي. يلا يا رمزي، الزبون العجيب ده كان عايز ايه؟ يا عم باين عايز تمثال زمبالك لعبه، باين تمثال زمبالك. يا دولا بص يا دولا، انت قاعد ومريح دماغك وانا هنا اللي طالع عيني. يا دولا في زباين بيطلبوا طلبات غريبه. طلبات غريبه ازاي يعني؟ يعني عندك مثلا في زبون جالي امبارح قال ايه، بيقول لي عايز تمثال قط فرعون اسود، وعايز يشتري كل الكميه اللي عندنا باي ثمن انت عايزه. زباين اتجننت يا عم. ايوه يعني المهم انت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ لا طبعا يا دولا، الأمانة سر النجاح. نجاح إيه يا فاشل؟ أنت مالك أنت ومال النجاح؟ قط فرعون أسود وتقول له ما عندناش؟ ما هو يا ابني المخزن بينونة ويخرب بيتك. يا دولة ده مش قط، دي قطة. روح نضف البازار. وإيه الكيس ده؟ ده كيس زبالة باقي. وكيس الزبالة بيعمل إيه هنا؟ خد ارميه بر. خد تعال. بتبردم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتقول ايه؟ بحسب، اتكل على الله. بس يا حيوان. رميت الزبالة؟ رميتها يا عم. انت بتشوح ولا ايه؟ بتشوح؟ انتوا يا بهايم انتوا، زبالتكوا دي ترموها تحرقوها، مش ترموها على عربيات الناس. صح. وبعدين لو كل واحد رمى زبالته في الشارع، الشوارع هتبقى مزبوطه. صح. هو انت كورال ولا ايه؟ انت مين؟ اخوك في الحياه سيد الزعفراني 0-10-5-7-3-4-5، وده اخر كارت معايا. واو، بكام ده؟ لا ده متباع حضرتك. من غير فلوس، ده كفاية بس لسانك الحلو اللي انت دخلت علينا بيه ده. لا صحيح. خلاص عشان خاطرك 150 جنيه. بس سيد. نعم. ادفع. عيني اجوع. شكرين اوي يا استاذ سيد. سيد اتفضل.
تفضل يا استاذ سيد، اللي جاب لك يخلي لك، اللي جاب لك يخلي لك. تفضل، مع الف سلامه. ايه ده؟ شفت ياد؟ ده البيع، ده البيع والشراء، ازاي تعرف تلاقي الزبون؟ افهم حاجه، افهم حاجه، خد الكيس ورميه يلا، ما ترموش على العربيات، حد ارميه في اي حته من غير ما حد يشوفه. حاضر يا عم، حاضر حاضر. ثلاثة حاضر، اتكل على الله. يا السعادة، الشنطة دي وقعت من الواد رمزي، تخلي بالك بعد كده. هاد مشكرين قوي، سلم لنا على المعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وبعدين في الشنطة بقى المحجبة دي هنعمل فيها ايه؟ انا هفتحها يا ابن عمي. لا 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 لا، احنا مش ناقصين جراثيم، خدها ارميها يلا. يا عم انا رميتها قبل كده كذا مرة، هي شغلانة بقى يا عادل. ما تيجي تاخدني قلمين يا دولة بقى، كل شوية بقى دولة وتشوح لي. يا عم بقى ما انا زهقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. اديني حاجة لله، ربنا يسترها معاك دنيا واخرة يا ريس. لا معلش ربنا يا حنان. معلش ده انا على دي ميه على ركبي هنا اهو. طب كويس ان عندك ميه، ده في غيرك مش لاقي تشطف. تركب حنفيه على ركبتك بقى. ولك تتريق على شحات، ممكن ربنا يسخطك. طب انت لسه متريق. انا اتريق انت متريق؟ ماشي ارجوك يا سعاده البي، الجوده في الموجوده. اي حاجه اي حاجه يا حاج، ما انا قلت لك ربنا يحنن. الله يخليك يا بي، اي حاجه اي حاجه من عندك. حاضر يا سيد، حاضر يا سيد. الشحاتين دول، اتفضل يا سيد. ربنا يخليك يا سعاده البي. بقول لك معلش، وانت ماشي في سكتك ارمي لنا كيس الزباله ده. جرايه يا استاذ، انت فاكرني زبال؟ احنا شحات قد الدنيا، عالم زباله. ايه ده؟ ده طلع بيمشي عادي. يا اخي بتجيبوا الكلام لنفسك انت. شوف بقى ابن عمي، وما تاخدهاش يعني مني تقيله يعني. ها، هين قرشك ولا تهين نفسك يا عم؟ وبدل ما تتحوج للاشكال دي، السلقط لك عيل حرك كده اهو، ياخد باله من البازار، يبيع لك تماثيل، يرمي لك زباله. اجيب عيل يعمل لي طب ما انت بتعمل ايه حضرتك هنا يعني؟ حضرتك فاكر ده مراحيض عامه؟ لا يا دوله، انا هنا اشراف عام. صرفت لي في فلوس الحج؟ ماما النهارده الاثنين البنك قافل يا ماما. مفيش بنك بيقفل يوم الاثنين. ومفيش بنك انا حاطط فيه فلوسي اصلا يا ماما. يا ماما حس بيا يا ماما. يا حبيبي ما انت داخل خارج محمل اهو. محمل ايه؟ ده عشان الشهر، طلبات الشهر، يعني نقضي الشهر كله من غير اكل. يا حبيبي كل براحتك، بس في اولويات، اعمل لاخرتك قبل دنيتك. حاضر يا ماما. وبعدين انا الحمد لله مظبط، يعني انا كفايه ان انا بكفر رمزي ده لوحده، يعني ان شاء الله يدخلني الجنه. عادل عايزك في كلمه. ها؟ طبعا يا حبيبي، انت عارف ان كل بني ادم فينا بيمر بظروف صعبه. اه طبعا، واما حد يمر بظروف صعبه، الحد اللي ما بيمرش بظروف صعبه يقف مع اللي عنده ظروف صعبه. حس كده بقى، نجلاء اختك الصغيره بتمر بظروف صعبه جدا. انت عارف طبعا البنت صغيرة وطايشة، وبتشوف صحابها بيروحوا وبيجوا بيلبسوا، وهي ما عندهاش هدوم خالص، وكانت عايزاك يعني لو تسمح يعني تجيب لها منتو. يا سلام، واحدة ما عندهاش هدوم اجيب لها منتو؟ عايزة حاجة تاكلها ليه يعني؟ لا يا عادل، منتو ده اللي هو البلطو الطويل. طب ما تقولي بلطو طويل، لازم منتو يعني؟ منتو. بابا عايزة 30 جنيه. اه، وانت عايزة الفلوس دي ليه رخرة؟ عشان اجيب هدية للمدرسة. بمناسبة ايه؟ امتحانات اخر الشهر. طب هو كل شهر هنجيب لها هدية يعني؟ انا مش فاهم انا، وكل شوية هات 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 ال 200 جنيه اللي عليك. نعم. ما انت عمال تدي وتجيب وتحط وتشيل، ادفع اللي عليك الاول. ايوه ادفع اللي عليا ايه، وبجيب وادي ايه؟ دي طلبات الشهر يعني، الحق عليا. عادل صحيح افتكرت يا حبيبي، عايزة 10 جنيه عشان اجيب مرق الدجاج. مرق الدجاج ليه؟ ما انا جايب الدجاج نفسه اهو، وادي طلبات اهي كل، ادي الخل وادي الزيت وادي طماطم وادي الفراخ اللي هتعملي عليها المرقه اللي انت عايزاها، وادي البرتقانه اهو اللي انت قلتولي عليه، وادي موزه اهو ولسه موز فريش، اتفضلي، وادي الباذنجان اللي هتعملوا لنا عليه بابا غنوج، جايب لكم كل حاجه، يعني انا مش حارمكم من اي حاجه، مش مقصر معاكم في اي حاجه، وكل شويه هات فلوس هات فلوس هات فلوس. اجيب لكم فلوس منين؟ ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل واحد معاه فلوس، ده شكل تاجر عملة. ايه ده؟ ايد مين دي؟ ايه
شفتي يا عادل، عشان نويت تحججني بس ربنا رزقك. امال لو حججتني ده انت مش هتلاحق. لا بقى معلش، انا السبب. انت السبب في ان شاء الله؟ علشان كل يوم الصبح بقوم ادعي له. وانت بيستجاب لك دعاء اساسا؟ طبعا مستجاب لي دعاء، بقى مرت انا دعيت لبنتي فربنا بعت لها ابن الحلال. اوبا ملعوبه كلتيه وهو سهل وخايب نايف نايف كده. بابا ممكن تجيب ال 30 جنيه؟ يا حبيبتي معيش فلوس تاخدي 20 دولار؟ لا لو حطهم ناقصين هتزنق. عادل هي دي فلوسك؟ لا طبعا. هو انا تنتوفه؟ لا يا ريت كانت فلوسي، بس زي ما بقول لكم كيس لقيناه في البازار. عشان نيتك الحلوه ربنا رزقك. المشكله بقى ان انا ما كنتش عارف الكيس ده بتاع ايه، وكل شويه ارميه يرجع لي. خلاص ما دام بيرجع لك يبقى رزقك. يعني اتكل على الله واسمي وافرق؟ لا يا عادل، ما دام لقيتهم في البازار يبقى مش بتوعك. انا ما ربيتكش على كده. احنا نستنى ساعتين ثلاثه، لو ما حدش جه ناخدهم. ماشي يا جماعه، بس انا عايز اقول لكم حاجه. مش معنى ان احنا لقينا فلوس مش بتاعتنا ان احنا نتصرف فيها ونفرقها علينا. تنت يا رن تنتن. اوبا انزل على المسرح وهات اللي عليك. انت بتتكلمي في ايه يا جماعه؟ الكيس ده انا لقيته في البازار، وانا كلمت رمزي وزمانه جاي عشان يقول لنا الكيس ده مين اللي نسيه عندنا. دولا حبيبي، انا كان قلبي حاسس ان انت يا سراء اللي هتفتحي لي الباب، علشان كده قطفت لك زهره بمناسبه عيد الفلاح. وانا مش عايزه حاجه من وشك. ايه ده ايه ده ايه ده ده يا سيدي؟ الكيس اللي احنا لقيناه في البازار. الكيس اللي احنا كنا عاملين نرمي فيه ده دولا؟ يا حبيبي يا دولا، علشان كده طلبتني عشان اخد نصيبي صح؟ نصيبك ايه؟ ده عادل عايز يرجعه لصاحبه. ايوه يا جماعه، ما انا صاحبه. يا سلام، انت صاحبه ازاي يا اخويا؟ معلش يا دولا انا اسف، يعني انا كنت بحوش من وراك. بتحوش من ورايا ايه؟ احنا عمرنا اشتغلنا بواحد بس من دول. المهم ما تعرفش مين اللي ساب الكيس ده في البازار يا رمزي؟ لا ما اعرفش. طيب ما دام ما تعرفش يلا اتكل على الله. طب نصيب يا دولا واحده بس، واحده بس يا دولا. اتكل على الله. ايه ده ايه ده الظلم ده؟ اتكل على الله يلا واحده بس. يلا يلا خلاص، انا سالتك وخلاص. طب دولا طيب دلوقتي يا جماعه عايز ايه؟ من فضلكم يا جماعه، انا كنت نسيت كيس اسود. خير يا دولا. صباح الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2. يا نهار ابيض، ده انا اتأخرت قوي، لازم اكون في البازار دلوقتي. لا يا حبيبي ريح لك يوم. وايه ده؟ ده الفطار. فطار؟ هو المطعم قافل؟ لا. انت هتحلقي لي ولا ايه؟ لا يا حبيبي كل الأول. اكل ايه؟ لا مش هينفع اكل، انا لازم اصلا اروح على البازار دلوقتي. كل الأول وبعدين انزل البازار. ايوه اصل انت مش فاهمة رمزي. عاوز ايه؟ انا دولا حبيب قلب ابن عمي ما جاش النهارده، فقلت يعني اجي اطمن عليه. اتفضل. يا رمزي خش يا رمزي. دولا حبيبي الف سلام عليك يا دولا. الف سلام عليك. انت ايه جايب لي هديه من البازار بتاعي يا غبي؟ خش. ازيك يا ماما؟ صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اشرب الهنا والشفا. اهو ما حدش بقى سأل على الفلوس لغايه دلوقتي. عشان كده هروح اسلمهم في الاسم. اسم؟ اسم ايه يا ابو اسم؟ ايه مرات الضابط اهم مني؟ هي تحج وانا لا؟ بقولك ايه بقى، انا عندي فكره كويسه جدا. احسن حاجه تعملها في الفلوس دي انك تفتح محل اللي بيبيعوا الحاجات بابو 2 جنيه ونص ده. لا يا عادل، احسن حاجه تعملها انك تحط الفلوس دي في البنك كلها باسم اختك. على اساس ان انت الوحيده اللي معاكي بطاقه يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، احسن حاجه في الدنيا تعملها ان انت تخلي الفلوس دي للشقه وصاحبه الشقه. صاحبه الشقه والشقه محتاجين حاجات كتير قوي يا حبيبي. لا يا دولا، انت احسن حاجه تحط الفلوس دي بقى في توك توك. بس يلا بس يلا، احسن حاجه ان انا اخلي الفلوس دي زي ما هي كده اهو لغايه ما يجي صاحبها يسال عليها. ما انت حتى لو اديتها لصاحبها يا عادل هتضطر تاخد منه 10% نسبه لصاحبه الشقه والشقه. ايه الكلام ده؟
وسابق لأوانه قوي يا أخوانا، ولغاية بقى ما يحصل الكلام ده الفلوس هتفضل جوه في الجلاب. آه يبقى أنا كده عرفت مكانها. خد يلا خد يلا ولا تعال 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 دخل تسرقنا واحنا قاعدين. صح استنى بالليل وانت نايمين صح؟ ايوه وانا هفتح لك. ماشي يا حاجه ابعتهم لك على طول. ماشي عينيا مع السلامه. بس بس يا عم وردوا الامانات الى اصحابها. اتفضل يا عم الحاج اتفضل. احمد ربنا ان الشنطه دي وقعت معانا احنا. الحمد لله صاحب الفلوس اهو. ده صاحب الفلوس؟ اه انا صاحب الفلوس. انا صاحبتها ازاي الفلوس دي؟ ايه الفلوس اللي نفسها حلوه دي؟ ما انا هقول لحضرتك حتى بالاماره بالاماره كان فيها فلوس كتير. او كان فيها فلوس كتير. فلوس كتير. اثبت يا عم ربيع اثبت. طيب الفلوس الكتير دول كانوا كام يا عم ربيع؟ اه كانوا كانوا دولارز. دولارز أيوة. وكمان بتتكلم انجليش؟ ايوه حضرتك دي اللغه الام بتاعتي. دي حضرتك اللغه الام. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا نازل من المطار عليك على طول. اه والله. ممكن بقى حضرتك لو سمحت يعني تديني الفلوس علشان انا يعني راكن الطياره صف تاني. اه والله صف تاني. خايف يعني ان الطياره تتكلبش مش كده؟ اه فعلا. لا انا عينيا ليك اسلمك الفلوس في الاسم ان شاء الله. الاسم اسم عم ربيع. اسم عم ربيع. انا بقول لك يا عم ربيع يا عم ربيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. راح عم ربيع المسحراتي. بس ما يسحرها رمضان دلوقتي. لا ما تقلقش على رمضان، انت رمضان كله هتبقى صاحي لان انا هكون طردتك من البازار. شوف لك بقى وظيفة. بتضحك علي. معلش معلش دول انا منحرج منك يا دول. انا منحرج منك بس الجوع وحش. الجوع وحش وانا عمري جوعتك يا رمزي. جوعتني كتير. هاي رمزي. هاي هاي. انا عملت زي ما انت قلت لي امبارح. ايه بقى؟ ايه بقى؟ خدتها وطلعت على ثلاث مريوطيه بس ما جابتش نتيجه. حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ اصلا المره اللي فاتت شفت تمثال ستايل تحفه تحفه. بس انت وضبت المحل ولا ايه؟ يا عم ما وضبناش ولا حاجه ولا نقلنا حتى تمثال مكان التاني. يا عم استنى يا رمزي. يا استاذ انت عايز ايه بالظبط؟ بقول لك ايه؟ انا هنا امبارح سبت كيس اسود بلاستيك. عايزه ليه؟ جاي له ليه؟ ما يخصش حد. الكيس فين؟ انا رمزي اتصرف يلا اتصرف يلا. اتصرف دلوقتي اتصرف. اشمعنى بقى قبل كده كل شويه تقعد تقول لي ما تتصرفش من دماغك ما تتصرفش من بره. محدش هنا هيطلع بره غير لما يظهر الكيس. طب اسمع كلام مين فيكم دلوقتي؟ اطلع بره ولا لا؟ اسمع كلام البيه. ما تطلعش بره يا حيوان. بس ده غبي شويه. معلش حضرتك خلي نفسك بركات. استنى 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 حضرتك. ممكن ينزلني الاول بعدين يسلم نفسه؟ نزلني يا بركات. شكرا قوي. انت على طول بتيجي متاخر كده. ساحه الباشا ده كان هيموتني. احنا جينا في الوقت المناسب. وعلى فكره انت ليك نسبه 10%. ربنا يخليك يا باشا. كويس ان انتوا جيتوا. ده انا رن لكم من بدري. مين الاخ ده؟ ده سيادتك. ده رئيس العصابه يا باشا. اسمه رمزي وبركات ده هو اللي شغال معاه. انا دوله. انت انا دوله. دوله.